أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. ندخل في الموضوع على طول. مشاهدين موقع ريكو2.com وقناتي واي اي فور مي. بسرعة، الناس اللي بعتت رسائل وعايزة تظبط الميكروفون على ويندوز 7 على اللابتوب وعلى الكمبيوتر بسرعة كده. احنا طبعا بنوصل ميكروفون، أي ميكروفون بنشتريه سواء هيدفون بيكون فيه المايك وهيدفون وبنسمع يعني، أو إن هو مايك على طول. وأنا هجيب لكم الصورة بتاع المايك اللي أنا شغال بيه. هي اسهل طريقة، هندخل هنا في الستارت، بعدين كنترول بانل، بعدين ساوند، هيفتح معانا الشريحة دي. هندخل هنا في حاجة اسمها ريكوردينج، بعدين في حاجة اسمها ميكروفون، هندوس دبل كليك بالماوس هيديني الشريحة دي. اوكي، هنضغط على حاجة اسمها ليفلز. دايما بنلاقي الشريحة دي مظبوطة على زيرو، وده اللي يعني الناس كتير بتقع فيه، بتفتكر ان المايك بايظ. لا، لازم نخليها على اخر حاجة ونتأكد. دي ساعات بتكون هنا 99، برضو نجيبها 100%، يعني اخر حاجة هنا واخر حاجة هنا، نقول له اوكي. هندوس هنا ابلاي، انا عشان دوست قبل كده، ندوس ابلاي بعدين اوكي، نقفل كل الكلام ده ونشغل برنامج الكاسيت بتاعنا اللي بنسجل بيه وبس. هتلاقي نفسك الصوت نفسه عالي يعني وزي الفل. اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير.